ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه متخلفة؟ ما احنا فاتحين الخزنة قدامك اهو فيها زفت مجاني. ايوه، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجلة تانية. يا نيلي، ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان، ما تقولش كنز، الفلوس، الذهب، whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي، لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، لحد ما نعرف طريق الفلوس. اه، زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي، ناشونال تريشر. طب بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كينز. نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادره تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص، احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعه، يمكن جده سايب لنا فيها رساله زي اللغز اللي فات. صح والله، انت عايشه في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجله والقلم. هاتي. ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ مش انت لسه عماله تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركة زي بعض، انا ممكن احل قطعه وانت تحلي قطعه. بقولك ايه يا بت، انت انا مش ناقصه تفاهه وهيافه، هاتي المجله بدل ما اخليك انت قطعه. لا انت هبله بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكت لك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكت لك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشك. لا لا لا، انت كمان هتزعلي. ايه ده؟ انت كمان هتزعلي. مش مسال خير. انتوا مين بقى؟ لا مؤاخذه، الله بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذه؟ بالك فتره. ازيك؟ اهلا العم داحم. اهلا اهلا العم داحم حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله، سنين ما شفتكش من يوم من كا الله يرحمه مؤاخذه ما مات. اه، عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جدو؟ عز المعرفه، ده كان حبيبي. اكيد انتوا بقى احفاد مكاوي صح؟ واضح ان حضرتك ذكي ولماح. يبقى انت بقى اكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص. انا نيلي، واللي لابسه بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك، انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، ابقى انا بقى عمو فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح. انا اعرفه من ايام ثوره 52. حضرت معاه تأميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. الله حلو. يلا يا بنات، عشان احنا ها ما انت عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلماته متقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا يا بنات، احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مغز؟ اللغز، اللغز. الحياه كلها الغاز والذهب. ما هو انت عارف البنت دي اصلها شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. يا ولد، لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها، نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات، طب خلينا نشوفكم بقى. انا مكتبه مؤاخذه هنا في فوق المرسم على طول، لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها. طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نمشي. سلام يا بود. مع السلامه يا عمود. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح، اقفل انت بقى. والسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس
تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا وده مخيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي ما قدرتش. اه بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. اه واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ اه كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليه نظف البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعد صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح، سرق فلوسه كلها. حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد جدك الفلوس، وكل ما دهب يجي يقول له ما نقعد نتحاسب يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه، لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخذ من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف، الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجي دغري على طول. تستاذن ايه؟ انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 لا، انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحى وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضحى. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس أنا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بالطبع. خير يا مالك؟ أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عينيا. الوقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم؟ اه نيلي وشريهان؟ ايوه. وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه اللي صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني.